السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا جدا، وإحنا برضو لسه في نفس الإطار اللي هو الفيتشر اكستراكشن. عندنا صورة، الصورة دي بتكون عبارة عن مجموعة من البكسل، فأنا عايز آخد البكسل المهمة اللي في الصورة دي اللي هي فيها الماكسيمم انفورميشن عشان أنا أقدر أستفيد بيها بعد كده في حاجات تانية كتير، زي ما نيجي نشرح كده في الامثله العمليه في الاوبجكت ديتكشن وفي في الماتشنج ما بين صوره والتانيه، برضه في موضوع التراكنج، وبرضه في موضوع ال 2 دي وال 3 دي ريكونستراكشن اند ميني مور. والالجوريزم ده بالتحديد اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو اسمه السيفت، ده بيستخدم في ابلكيشنز كتير جدا جدا، يعني اكتر من الهارس واكتر من الفاست الجوريزم. بس هو بالنسبه للفاست، لو هنقارنه مع الفاست الجوريزم بيكون اسرع في عمليه الرن، على عكس السيفت الجوريزم اللي هو اختصار لسكيل انفاريانت فيتشر ترانسفورم. السيفت بيكون الاكيورسي بتاعته كويسه جدا، ولكن الرن بتاعه بياخد وقت كبير، على عكس الفاست الجوريزم بيكون اسرع. بس مهما كان برضه هو السيفت الاكثر استخداما زي ما قلت في الابلكيشنز، هو حل يعني سبب ظهور السيفت اصلا، اللي هو حل المشكله اللي كان بيقع فيها الهاريس كورنر ديتكشن لما اتكلمنا عنها في الفيديو بتاع الهارس، وبرضه هنراجع عليها تاني سريعا لما نيجي نبدا شرح الالجوريزم بتاع السيفت. بس قبل ما ادخل في الالجوريزم بتاع السيفت لازم نفهم مصطلحين الاول كده، او لازم نعرف نوعين من الفلتر الاول، اللي هو اسمه لوج، اللي هو اختصار لي لابلاسيان اوف جوسيان، والنوع الثاني اللي هو الدوج، اللي هو اختصار لي ديفرنس اوف جوسيان او ديريفاتيف اوف جوسيان. دول تقدر تقول عليهم ان هم فلترز عادي زي الفلترز اللي احنا عارفينها اللي هي بتكون 3 في 3 دي، وبتقدر من خلال الفلترز دي اللي هي اللوج والدوج ان انت تعمل ديتكت للبلوبز او الايدجز اللي بتكون موجوده في الصوره او الكورنرز. يعني ايه بلوب؟ بلوب اللي هي الدوائر، يعني لو هنتكلم على صوره الفراشه اللي هي قدامنا دي، فهتلاقي ان هنا الدوائر الحمراء اللي هي موجوده دي بتدل على البلوب. بلوب يعني دايره، الدايره اللي بتكون موجوده في الاوبجكت نفسه اللي هي هنا في الجناح بتاع الفراشه. فهو لما عملنا ديتكت للبلوب دي ظهر الدوائر دي. طيب يبقى دي نحط في دماغنا اللوج والدوج هما فلترز عاديه جدا، والاثنين تقريبا متشابهين، يعني تعالى نعرف الفرق ما بينهم ايه. طيب اول حاجه مثلا هنا لو احنا عندنا صوره زي دي، هتلاقي ان الاوبجكت اللي هنا هو نفس الاوبجكت اللي هنا، ولكن انا عشان اعمل مثلا ديتكت للاوبجكت للبلوب دي، البلوب اللي هي تحت الويندو، تخيل ان هنا في بلوب وهنا في بلوب تاني، والسايز بتاع الويندو دي مختلف عن السايز بتاع الويندو دي. فهنا عشان اقدر اعمل ديتكت للبلوب اللي هنا، انا هستخدم جوسيان فلتر او لابلاسيان فلتر، الاثنين بيكون فيهم سيجما، يعني القانون بتاع الجوسيان بيكون في سيجما والقانون بتاع اللابلاسيان بيكون في سيجما. السيجما دي بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن السايز بتاع الفلتر نفسه، يعني كل ما يعني مثلا ده هو الشكل بتاع اللابلاسيان اوف جوسيان، فهنا السيجما اللي هي المكان ده، تمام؟ فممكن تقولي ان السيجما هنا اللي هي العرض بتاع الشكل اللي قدامنا ده، ممكن تقولي ان السيجما هنا بواحد. فعشان اعمل ديتكت على البلوب اللي هي موجوده هنا، او الدايره اللي هي موجوده هنا، او الايدج او وات ايفر اللي موجود هنا، عشان اعمل عليه ديتكشن، فلازم يكون السايز بتاع اللابلاسيان اوف جوسيان مناسب او بيتناسب مع السايز بتاع البلوب اللي هي موجوده هنا او الايدج اللي موجوده هنا. لازم الاثنين يكونوا نفس السايز، لو هما مش نفس السايز، يعني لو انت جيت طبقت ده مثلا اللابلاسيان اوف جوسيان ده خدته طبقته هنا، هتلاقي ان البلوب اللي هنا حجمها كبيره، يعني هنا الويندو كبيره اهي، هنا عملنا زوم ان على الصوره، فالويندو هنا او البلوب هنا السايز بتاعها زاد شويه. فعشان تقدر تعمل ديتكت على البلوب اللي هنا، لازم تستخدم اللابلاسيان اوف جوسيان بتاعك يكون السايز بتاعه كبير شويه. بص هنا السكيل ده عالي ازاي شويه، ليه؟ لان هنا السيجما كبيره، انما هنا السيجما قليله. فدوت عايز اقول ايه، نطلع من هنا بالصوره دي بايه؟ ان عشان اعمل ديتكت لاي بلوب او اي ايدج موجود في الصوره باستخدام اللابلاسيان اوف جوسيان، لازم السيجما بتاعه اللابلاسيان اوف جوسيان تتناسب مع حجم البلوب، تمام؟ حتى هنا هو بيقول لك هنا ان هو استخدم سيجما، وهنا استخدم سيجما داش، يعني السيجما اللي هنا غير السيجما اللي هنا. طيب تعالى نكمل، ده شكل اللابلاسيان اوف جوسيان اللي احنا رسمناه من شويه، بيكون هنا بيطلع ماكسيمم، بيبدا من عند الزيرو، بعد كده بيطلع ماكسيمم، بعد كده بينزل عند المينيمم تحت خالص، وبعد كده بيطلع ماكسيمم، وبعد كده بيوصل للزيرو تاني، تمام؟ اهو عند الزيرو بالظبط. فده شكله برضه الرسمه دي بتوضح الشكل بتاعه. هنا النقطه السوداء دي اللي هي الماكسيمم او المينيمم سوري اللي هي تحت خالص، وهنا كل ما بتطلع كل ما انت يعني بتزيد كده كل ما لحد ما توصل للون الابيض اللي هو اللي قدامنا ده، تمام؟ وده طبعا القانون بتاع اللابلاسيان اللي هو كان عباره عن السكند ديريفاتيف في اتجاه الاكس
واتجاه الواي. انت عندك الصوره بتاعتك اللي هي مثلا 2 دي، كل بكسل في الصوره بيكون لها قيمتين اللي هي الكوردينيتس الاكس والواي. فهنا اللابلاسيان بيكون عباره عن السكند ديريفاتيف، واتكلمت انا قبل كده في اللابلاسيان في فيديوهات قبل كده وشرحناه بالتفصيل، وعرفنا ازاي بنطلع الفلتر بتاعه من الايكويشن اللي قدامنا دي. طيب تعالى ناخد مثال. لو احنا عندنا ايدج او بلب مثلا اللي هو اللي قدامنا ده، نقول ان ده ايدج مثلا اهو، الايدج دوت فيه نويز، في نويز في الايدج ده، الشرط اللي قدامنا دي الشرط دي عباره عن نويز. فعشان انا اشيل النويز دي انا محتاج اعمل ايه؟ احنا عارفين لو احنا عندنا نويز في الصوره، اتكلمنا في الكلام ده برده كتير، بنطبق اي نوع من انواع الفلتر. فاحنا هنا هنطبق الجوسيان فلتر على الايدج ده عشان اشيل النويز اللي فيه. بعد ما اطبق الجوسيان فلتر اروح اعمل له سكند ديريفاتيف او الفيرست ديريفاتيف عشان اطلع الايدجز اللي موجود هنا. فانا بدل ما اروح اجيب الايدج ده، الايدج اللي هو ده، واطبق عليه الفلتر اللي هو الجوسيان فلتر، وبعد ما اطبق الجوسيان فلتر اروح اعمل له جوسيان، اروح اعمل له ديريفاتيف، اجيب مثلا الفيرست ديريفاتيف، فدوت هياخد وقت، هياخد وقت ان انت كل صوره مثلا فيها ايدجز، فانت عشان تجيب الايدجز دي بتروح تطبق في الفلتر اللي هو الجوسيان وبعد كده تعمل ديريفاتيف. فممكن نعملهم الاثنين في ستيب واحده، يعني ان احنا نجيب الشكل اللي هو قدامنا ده اللي هو طالع كده عند الماكسيمم وبيعدي من ينزل تحت عند الزيرو وبعد كده بيطلع تاني عند الزيرو هنا. فالشكل ده اللي هو عباره عن الجوسيان فلتر، انت عند الجوسيان فلتر اللي هو 3 في 3، او ممكن السايز بتاعه يزيد عادي يعني مش شرط. ف 3 في 3 مثلا، فانت تاخد الجوسيان فلتر ده تعمل عليه دريفاتيف، تعمل عليه دريفاتيف. فلما تعمل عليه دريفاتيف يبقى انت كده عندك فلتر اللي هو الشكل بتاعه ده الكيرنل، فتاخد الكيرنل ده تطبقه على الصوره هيديك الشكل ده اللي هو الشكل اللي تحت خالص ده، تمام؟ فهنا الشكل ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على الايدج بتاعنا. احنا عملنا فلتر للايدج، بعد كده طبقنا دريفاتيف اللي هو الفيرست اوردر او دريفاتيف اوف جوسيان، هيدينا الشكل ده. الشكل ده بيدل على الايدج بتاعنا اللي هو بيكون موجود في الماكسيمم، يعني بيكون موجود هنا كده عند القمه بتاعت الجبل ده. فالفكره هنا، عشان انت برضو لو عملت سيرش عن اللابلاسيان اوف جوسيان هتلاقي ان الصوره دي دايما بتكون موجوده، بس هي بتكون موجوده على اربع مراحل، وبعد كده بيعمل لها ريديوس بيخليها مرحلتين بس. يعني ايه؟ يعني هنا مثلا الفكره هنا من الصوره اللي احنا عايزين نطلع المعلومه اللي نطلع بيها من هنا، ان انا عندي ايدج، الايدج ده فيه نويز، فبدل ما امسك الايدج ده اطبق عليه الفلتر اللي هو بتاع الجوسيان لوحده وبعد كده اعمل دريفاتيف، ده خطوه لوحدها ودي خطوه لوحدها، انا همسك الفلتر ده اللي هو عباره عن الديريفاتيف اوف جوسيان او ديريفاتيف اوف جوسيان اللي هو الشكل اللي قدامنا ده كده، واطبقه مره واحده على الايدج ده هيديني الشكل ده. الشكل ده بيدل على ان الايدج هنا موجود في الماكسيمم، ده بالنسبه للديريفاتيف اوف جوسيان بيطلعه لي بالشكل ده. طيب تعال نشوف بقى لو جينا طبقنا السكند ديريفاتيف نفس الايدج معانا، خد بالك ان هنا السيجما كانت ب 50، السيجما بتاعت الفلتر كانت ب 50 اللي هو الجوسيان، هنا برضه السيجما ب 50 ونفس الايدج هو ما اتغيرش، هاخده اطبق عليه بقى السكند دريفاتيف. احنا هنا طبقنا الفيرست اوردر بالنسبه للجوسيان، فلما اطبق السكند دريفاتيف احنا لسه قايلين ان السكند دريفاتيف اللي هو ده بيمثل اللابلاسيان، اللابلاسيان ده لما اخده اهو اللابلاسيان اللي هو السكند دريفاتيف اوف جوسيان، لما اطبقه ده هيكون الشكل بتاعه، ده شكل الفلتر او شكل الكيرنل اللي هو عباره عن السكند اوردر بالنسبه للجي دي اللي هي الجوسيان. فاخد الفلتر ده احطه هنا على الصوره دي على الايدج ده هيديني الشكل ده. الشكل ده اسمه ايه؟ اسمه زيرو كروسنج. زيرو كروسنج اشمعنى اسمه زيرو كروسنج؟ لان هو هنا اول حاجه بيبدا بالصفر بعد كده بيروح ماكسيمم بعد كده بينزل عند بيعدي من الصفر تاني وبعد كده بينزل مينيمم وبعد كده بيطلع عند الصفر. فالايدج هنا بيكون موجود عند الصفر. لو انا هعمل ديتكت للايدج ده عشان اشوف مكانه فين، هتلاقيه هنا عند الصفر، عند الزيرو كروسنج، زيرو كروسنج. على عكس هنا لما طبقنا الفيرست اوردر كان موجود عند الماكسيمم، تمام؟ هنا فيرست اوردر وهنا السكند اوردر. طيب تعالى ناخد اكزامبل. عندي مثلا عندي الفلتر بتاع الجوسيان او اللابلاسيان اوف جوسيان اللي هو اللي احنا لسه شايفينه ده شكل الفلتر بتاع اللابلاسيان اوف جوسيان بيكون عامل كده. فانا هاخد الفلتر ده، عندي مجموعه بلاب، احنا اتفقنا ان البلاب بيكون عباره عن دايره في الصوره، اكن عندك مثلا عارف الزهره بتاعت عباد الشمس بيكون في دايره كده بعد كده بيكون في مجموعه ورق حواليها كده حاجه زي كده يعني. فانا عشان اديتكت البلب اللي موجوده في كل الزهره دي، البلب عباره عن ايه؟ عباره عن الدايره اللي في النص او الدوائر بتاعت الشجره دي. فالدايره اللي في النص دي مثلا انا دي فيتشر مهمه بالنسبه لي بتدل على ورقه عباد الشمس. عشان اعمل لها ديتكت باستخدام اللابلاسيان اوف جوسيان هروح اطبق عليها
الفلتر ده بسيجما معينه، بقيمه سيجما معينه، السيجما اللي هي بتكون موجوده في القانون بتاع اللابلاسيان اوف جوسيان. احنا عارفين كل ما بنكبر السيجما كل ما حجم الفلتر بيزيد، او كل ما الصوره بتعمل بلر اكتر، تبقى بلور اكتر. فانا هنا عندي مجموعه بلوبس، مثلا دي اول بلوب، تخيل ان ده بلوب او ايدج مش هتفرق يعني، يعني عندك هنا اهو ده مثلا لون اسمر، وبعد كده بيطلع يوصل يبقى في الجراي شويه، بعد كده يبقى ابيض لفتره طويله، وبعد كده بينزل للجراي، وبعد كده بيروح عند الزيرو، تمام؟ فتخيل مثلا ان ده ده عباره عن بلوب، وده عباره عن بلوب، وده بلوب، وده بلوب. هنا السكيلز بتاعتهم مختلفه، يعني حجم الدايره دي مختلف. يعني تخيل ان انت عندك صوره، الصوره دي مليانه الزهره بتاعت عباد الشمس دي، فالزهره عباد الشمس اللي هتكون قريبه جدا من الصوره اكيد الدايره دي هتكون كبيره فيها، على عكس الزهره الصوره بتاعتها اللي هي موجوده خالص في اخر الصوره خالص، هتلاقي ان الدايره صغيره جدا يعني. فانا عايز اقول ايه، هناخد الفلتر ده اللي هو بتاع اللابلاسيان اوف جوسيان، هنطبقه مره هنا ومره هنا وهنا وهنا، واعمل ديتكت للبلوبز دي، هعمل لها ديتكت باستخدام اللابلاسيان اوف جوسيان. هتيجي تبص لما تيجي تعمل بالفلتر ده ديتكت على الشكل اللي هو قدامنا ده، هيعمل لك الشكل ده، هيبقى عامل كده. فهتلاقي ان المنطقه دي اللي هي دي، والايدج ده، الايدج اللي هو ده عمل لك زيرو كروسنج، او عمل لك الحته دي، وده برضو عمل لك ايه زي زيرو كروسنج برضو، بس هنا ما عملش ديتكت بشكل كويس. عرفت منين ان هو ما عملش ديتكت بشكل كويس؟ ان هنا المكان ده كبير، المكان ده كبير، ما عمليش ماكسيمم. نفس اللابلاسيان اوف جوسيان اقدر اطبقه على الصوره الثانيه دي، هتلاقي ان هنا السايز بتاع دي اقل شويه من السايز بتاع دي، فهنا هتلاقي ان دي قلت، عمل زيرو كروسنج، اتنين زيرو كروسنج، وحته ايه شرطه كده في النص، هتطبقه هنا، ده السايز هنا اقل اهو، هيعمل لك الشكل ده. هتلاحظ ان هي الشرطه اللي هنا دي بدات تختفي كل ما السايز بيقل، هتطبقه هنا بقى على السايز اللي هو الصغير خالص ده، هيعمل لك هنا ماكسيمم، هيعمل لك هنا ماكسيمم تحت هنا اهو، فالايدج بيكون موجود هنا، او البلب اللي هي بتكون هنا دي. عايز اقول ايه بمنتهى البساطه اللي احنا عايزين نطلع منه من الكلام ده كله، ان انا عشان اعمل ديتكت للبلب لازم يكون السايز بتاعها بيتناسب مع السايز بتاع الفلتر اللي هو اللابلاسيان اوف اللابلاسيان اوف جوسيان، او ال او جي اللي هو اللابلاسيان اوف جوسيان. فكل ما تكبر السيجما بتاعت القانون بتاع اللابلاسيان اوف جوسيان هتلاقي ان الحته دي السايز بتاعها بيزيد شويه، فمعنى ان السايز بتاعها يزيد، فانت تقدر تعمل ديتكت على شكل تاني. يعني تخيل مثلا اللابلاسيان اوف جوسيان كان عامل كده، هنا السيجما كبيره شويه، فمستحيل بالفلتر ده تقدر تعمل ديتكت على البلوب دي. فمثلا دوت ممكن تلاقيه، يعني مثلا ده كده ممكن تلاقيه يتناسب مع ده مثلا، او مع الاخير خالص ده، على حسب السايز بتاعه. هو هيجيب لك ان دي بس يعمل لك عليها ديتكت في الصوره، ولكن البلوب دي الصغيره مش هيعمل لك عليها ديتكت، يعني الزهره بتاعت عباد الشمس اللي هتكون في اخر الصوره خالص مش هيعرف يجيبها. طيب كده خلاص يعتبر فهمنا الفكره بتاعت اللابلاسيان اوف جوسيان. هنا يعني هنا هنعمل لها نورماليزد، هنجيب القانون بتاع اللابلاسيان اوف جوسيان هنعمله نورماليزد، بحيث ان كل سيجما تعمل ديتكت لي بلاب معينه في الصوره زي ما احنا اتفقنا من شويه، وده بيكون شكل الفلتر. طيب ده اكزامبل عندنا الزهره بتاعت عباد الشمس اهي، لو انتوا واخدين بالكم، والبلاب اللي هي الدايره السمراء اللي بتكون في نص الورق، في نص الزهره بتاعت عباد الشمس، عايزين نعمل ديتكت على البلاب دي. فهنا مثلا الرسمه دي بتوضح ايه، تخيل ان محور الاكس ده هو بيمثل السيجما اللي بتكون موجوده في القانون بتاع اللابلاسيان اوف جوسيان، وهنا السيجما ما قدرتش ان هي تعمل ديتكشن على البلوب دي غير لما هي كانت ما بين الاربعه والخمسه، يعني مثلا تقدر تقول اربعه والخمسه من عشره. فهنا هتلاقي ان هنا البلوب اهي عملت لي ماكسيموم، البيك اللي هي هنا دي بتدل على البلوب اللي احنا جبناها من هنا. فالفكره هنا في السيجما، يعني لو انت طبقت، يعني هنا لما السيجما كانت بواحد ما قدرش ان هو يجيبها، السيجما باثنين ثلاثة ما قدرش يجيبها، ما جابش البلوب غير لما السايز بتاع اللابلاسيان اوف جوسيان يتناسب مع السايز بتاع البلوب اللي انت عايز تعمل عليها ديتكت. طيب نكمل، ده برضو اكزامبل بيوضح لنا الفكره بشكل اكبر. عندنا مثلا تخيل في زهره عباد الشمس، فالدايره دي اللي هي بتاعت الزهره اللي موجوده في اخر الصوره خالص، دي اللي هي مثلا واحده في نص الصوره، ودي واحده الزهره اللي هي مقربه قوي في اول الصوره مثلا. فانت عشان تعمل ديتكت للبلوب القليله جدا دي، فانت محتاج فلتر، هتلاقي البيك بتاعتك عملت بيك لما كان الفلتر بالشكل ده، السايز بتاعه بالشكل ده، هتلاقي ان الشكل ده فشل ان هو يجيبه لانه صغير جدا، اصغر من اللازم. هنا مفيش حاجه، هنا مفيش حاجه اهو،
الفلتر ده كبير قوي والفلتر ده كبير على ان هو يديتكت دي، لازم السايز بتاع البلوب يتساوى مع السايز بتاع السيجما او بتاع الفلتر. فهنا لما تيجي تبص على البلوب الثانيه هتلاقي ان هو عمل لها ديتكت هنا بس لما كان الفلتر بالسايز ده، هنا عمل بيك لما كان السايز بالحجم ده بتاع الفلتر. كده اظن الفكره وضحت يعني بتاع اللابلاسيان والجزء. طب هنا اكزامبل تاني معانا، دايره الريديوس بتاعها هو ار، وعايزين نعمل ديتكت على البلوب دي، تخيل ان دي بلوب اهي الدايره دي، وعايزين نجيب قيمه السيجما المناسبه. عايز اجيب يعني ده الفلتر بتاعه، الفلتر ده احنا اتفقنا ان السايز بتاعه بيزيد وبيقل، انا عايز اجيب السيجما المناسبه او السايز بتاعه المناسب اللي هيخليني اقدر اعمل ديتكت على الدايره دي، يعني انا عايز اجيب قيمه السيجما المناسبه يعني. فالسيجما هنا ده القانون بتاع اللابلاسيان يعني اهو، طبعا في السيجما دي والسيجما دي، فانت بالتجريب هتفضل تجرب كذا قيمه لحد ما تلاقي ان السيجما هتطلع معاك ار على جذر 2، ار اللي هي الراديوس على جذر 2 هتبقى هي دي السيجما المناسبه، وده هيكون شكل الجوسيان او سوري شكل اللابلاسيان او الجوسيان، هتكون عامل كده، هيبقى هو السايز ده، السايز ده اللي هيخليني اقدر اعمل ديتكت على الدايره دي، تمام؟ فهتلاقي ان هنا الشكل ده اللي احنا لسه شايفينه من شويه اللي هو كان هنا، اللي هي الاشكال اللي هي قدامنا دي. فالار هنا هتبقى فالسيجما هنا هتبقى ار على جذر 2، طبعا هتفضل تعوض بكذا قيمه في السيجما هنا في القانون لحد ما تعمل ديتكت على البلوب اللي هي الدايره طبعا قيمه السيجما المناسبه. طيب هنا اكزامبل اهو، عندنا صوره فراشه، الصوره ديت الجناحات بتاعت الفراشه فيها زي دوائر اهوت وفيها ايدجز وفيها حاجات ثانيه، فتقدر من خلال ان انت تطبق لابلاسيان او جوسيان اللي هو الفلتر اللي قدامك ده وتطلع الشكل اللي قدامك ده. هنا البلوبز اللي هي هتلاحظ اننا عندنا ماكسيمم ومينيمم، احنا اتفقنا ان الفلتر عندنا ماكسيمم اللي هو اللون الابيض اللي هو هنا ده اللي فوق خالص، والمينيمم اللي هو اللي تحت خالص اللي هو اللون الاسمر. فهنا هتلاقي ان الماكسيمم اللي هي النقط السمراء دي او الدوائر السمراء دي هي سوري دي المينيمم، دي المينيمم، والماكسيمم اللي هي النقط البيضاء اللي هو السم مشاور عليها هنا. فهنا قدرنا ان احنا نعمل ديتكت باستخدام اللابلاسيان اوف جوسيان، وات ايفر بقى السيجما هنا كانت كام لسه ما نعرفش. طيب هنا برضو لو انت عندك كذا سكيل، تخيل انت عندك ثلاث صور وعايز تجيب عايز تجيب الفيتشرز، هو اصلا اللابلاسيان اوف جوسيان والديفرنس اوف جوسيان اللي هو اللوج والدوج، فكرتهم ان احنا بنعمل ديتكت للايدجز او ديتكت للفيتشرز اللي بتكون موجوده في الصوره، فتقدر تطبق الكلام ده على اكتر من صوره يعني. ولو انت مثلا هتمسك هنا تحط هنا فلتر 3 في 3 وتقدر ان انت تعمل ديتكت على البلوبز لو انت عندك بلوب في اكتر من سكيل، ده اتكلمنا فيه من شويه. الصوره دي خليها في ذهنك عشان هنرجع لها تاني وهنتكلم عنها بتفاصيل اكبر لما نيجي نتكلم عن السيفت الجوريزم. انا ده كله يعتبر بمهد للسيفت الجوريزم، يعني انا بتكلم عن اللوج والدوج عشان السيفت الجوريزم. طيب هنرجع لها تاني ان شاء الله. هناخد اكزامبل نفس الصوره بتاعت الفراشه وهنبدا نطبق عليها كذا سكيل، او سوري بقى مش كذا سكيل، هنطبق عليها كذا قيمه للسيجما، قيم مختلفه يعني للسيجما. اول حاجه هنطبق عليها سيجما باتنين، احنا اتفقنا كل ما على حسب حجم السيجما او على حسب قيمه السيجما بعمل ديتكت للبلوب السايز بتاعها بيتساوى مع الحجم بتاع الفلتر اللي هو بتاع اللابلاسيان اوف جوسيان. فهنا السيجما كانت باتنين، فهنعمل ديتكت على البلوب اللي هي اللي قدامنا دي. هتلاحظ ان هنا ما عملش ديتكت على حاجات كتير، يعني مثلا هتلاقي ان النقطه البيضاء دي والنقطه البيضاء دي يعني ما عملش ديتكت على حاجات كتير يعني، طبعا بيطلع الايدجز برضه. طب لما نكبر السيجما شويه نخليها مثلا باتنين ونص، فهتلاقي ان هنا عمل ديتكت في حاجات هنا نورت اكتر اهي، واضح ان الحاجات دي السايز بتاعها بيتناسب لما الجوسيان اوف فلتر او سوري اللابلاسيان اوف جوسيان بيكون مثلا عامل كده مثلا يعني. فالشكل ده كده اللابلاسيان اوف جوسيان ده بيتناسب مع السايز بتاعت البلاب دي، فعشان كده عمل لها ديتكت. طيب هنكبر شويه السيجما هتبقى 3 و12 من 100، فهتلاقي ان الشكل بقى عامل كده، هتلاقي ان هو جاب دول كده نوروا اكتر عن الصوره اللي فاتت، ودي تمام، وهنا في حاجات اهي برضو. فهنا على حسب حجم السيجما هتلاقي كل حاجه بتظهر معاك من الورق من ظهر الفراشه يعني، تمام. هنا السيجما كانت ب 3.9 من 10، هتلاقي ان في حاجات بدات تنور اكتر بقى، تحس ان هنا في حاجات يعني ايه مش منوره قوي، هنا هتلاقي ان في حاجات نورت اكتر اهي. هتكبر السيجما هتلاقي ان الحاجات بتنور اكتر معاك، هنا ده بدا كله حاجات تظهر اهي،
الحاجات دي بتعمل لها ديتكت على حسب القيمه بتاعت السيجما اللي موجوده في القانون بتاع اللابلاسيان اوف جوسيان. كل ما بتكبر القيمه دي كل ما تعمل ديتكت على حاجات اكتر، يعني اللي هي الحاجات القريبه من الصوره هتصغرها، هتعمل حاجات ديتكت على الحاجات اللي بتبقى او البلب اللي بتبقى قليله جدا في الصوره. هنا السيجما بستة واحد من عشره هتلاقي عمل ديتكت على حاجات برضو اكتر، بدات تنور اكتر. هنا هتكبرها سبعه وسته من عشره، هكذا تعمل مقارنه ما بين الصورتين هتلاقي ان هنا في حاجات ايه ظاهره، هتلاقي ان هنا في حاجات ظاهره ومش ظاهره. هنا بتعتمد على السايز بتاع الفلتر نفسه. هنا اتكبرنا السيجما بقت 9.5، هتلاقي بدأ يجيب الحاجات اللي هي الأكبر بقى، الأكبر بلب الكبيرة أوي. هنا هتخليها ب 11.99، هنا هتلاقي إن ده باين وده باين، اللي هي السايز بتاعها كبير أوي. هنا ممكن تلاقي الفلتر عامل كده مثلا ولا حاجة، والسايز بتاعه اللي هو ده اللي هو السيجما دي 11.99. طب لما خليناها ب 15 السيجما بقى هنا كبيرة جدا جدا، هتلاقي إن هو ما جابش غير البلبز اللي هي بتتناسب مع السيجما ب 15 بس. تمام، فدي فكره لابلاسيان اوف جوسيان، ده اكزامبل يعني. وهنا بقى الشكل الاخير اهو لكل لابلاسيان اوف جوسيان على كل السكيلز اللي احنا طبقناها. كل السكيلز دي لما تجمع بقى الدوائر دي اللي هي هتلاقيها اللي هي بتماتش مع البلب اللي انت عملت لها ديتكشن في كل السكيلز بتاعت السيجما المختلفه. فهنا الدوائر دي هتلاحظ ان، خد بالك من حاجه مهمه جدا، ان مش كلهم نفس السايز، هتلاقي ان في دايره كبيره ودايره صغيره ودايره اصغر منها وهكذا. فليه الدوائر دي السايز بتاعها مختلف؟ كل دايره بتدل على السكيل اللي انت جبتها منها. يعني ايه؟ يعني احنا هنا جبنا كذا سكيل، كذا سيجما، كان في كذا سيجما وكذا سكيل، فكل سكيل يعني مثلا الدايره دي الدايره الكبيره قوي دي هتلاقي هنا لما السيجما كانت ب 13 اللي هي اخر حاجه احنا طبعناها، انما الدايره الصغيره خالص اللي هي دي مثلا هتلاقي هنا لما السيجما كانت ب 2. على حسب السكيل اللي انت لقيت فيه البلب دي بيكون بيكون حجم الدايره، اوكي؟ هنا برضو مثال عملي تاني اهو. برضه نفس الفكره، خد بالك ان البلبز دي بنعمل بقى ايدج ديتكشن وبلب ديتكشن وكورنر ديتكشن برضه، فدي في دي في دي برضه نقدر نستخدمها في الماتشنج وفي التراكنج وفي حاجات كتير جدا، يعني موضوع عايزك تفهم العمق بتاعه. نيجي بقى لاهم حاجه تعتبر اللي احنا هنستخدمها في السيفت، ان ده هو اللابلاسيان اوف جوسيان اهو اللي احنا بنجيبه عن طريق الديريفاتيفز. اللابلاسيان اوف جوسيان ده شكل الفلتر اللي احنا شفناه كتير اللي هو الازرق ده. الديفرنس اوف جوسيان هو هو، ما فيش اي اختلاف. هتعمل بس يعني شويه اوبريشنز هنا، حاجات خاصه بالماثماتكس هنتكلم فيهم اكتر، هنتكلم بتفاصيل اكتر لما اجي اتكلم عن السيفت الجوريزم. واضح ان احنا هنتكلم عن السيفت الجوريزم بقى في الفيديو الجاي، عشان الفيديو ده طول مننا قوي. فهنا اللابلاسيان اوف جوسيان اهو اللي احنا جبناه من السكند ديريفاتيف اللي هو الاكس اللي هو الجي اكس اكس اللي هو السكند ديريفاتيف مرتين في اتجاه الاكس، والجي واي واي اللي هو السكند ديريفاتيف بالنسبه للجوسيان. هتاخد الجوسيان فلتر وتعمل بيه سكند ديريفاتيف على الصوره بتاعتك مرتين، مره بالنسبه للاكس ومره بالنسبه للواي اللي هو سكند ديريفاتيف. وهنا طبعا كل قيمه بيكسل في الصوره، انت عندك صوره هي مثلا، فالصوره دي فيها بيكسل، البيكسل دي لها احداثيات اكس وواي وبيكون لها سيجما، سيجما اللي هي دي اللي هي بتاعت اللابلاسيان اوف جوسيان. تمام، وبرده بعد ما بتعمل لهم تجمعهم على بعض اللي هي التغيرات اللي في الاكس سكوير والتغيرات اللي في الواي سكوير اللي هو السكند ديريفاتيف، يعني بتضربهم في السيجما سكوير اللي هي السيجما اللي انت استخدمتها هنا وهنا. طيب الديفرنس اوف جوسيان ده تقريبا هو نفسه اللابلاسيان اوف جوسيان. حتى لو انت هتبص هنا على الرسم هتلاقي ان الديفرنس اوف جوسيان اللي هو الاحمر ده، الاحمر هتلاقي ان هما تقريبا ابروكسيميتلي ايكوال، ابروكسيميتلي ايكوال. طيب الديفرنس اوف جوسيان ده هو الايكويشن بتاعته. عندك صوره، صورة مثلا الصورة دي بتطبق عليها سيجما معينة اللي هو الجوسيان فلتر بسيجما معينة. هنا كي سيجما، الكي سيجما دي غير السيجما دي، هنا السيجما مضروبة في قيمة، قيمة احنا ما نعرفهاش. القيمة دي مش حاجة ثابتة، بتتغير، ممكن تبقى 2 3 4 وهكذا، يعني ممكن تبقى كي سكوير، كي أس 3، كي أس 4. وهنا بتطبق على الصورة، بتطبق عليها الجوسيان فلتر وليها سيجما معينه، وبتطبق عليها تاني جوسيان فلتر وليها سيجما غير السيجما اللي هنا، فبتطرحهم من بعض. يعني دي صوره اصليه طبقنا عليها جوسيان فلتر باستخدام قيمه سيجما مثلا ب2 هيديني الشكل ده. وهنا نفس الصوره، نفس الصوره دي اللي هي دي اخدها، مش هاخد الاصليه، هاخد دي واطبق عليها الجوسيان فلتر وسيجما بسيجما معينه هيديني دي. لما اطرح دي هطرح الصوره دي من الصورة دي هيديني الايدجز، هطرح الاثنين من بعض هيديني الايدجز. دي فكرة اللابلاسيان اوف جوسيان. انا في هنا صورة كنت جايبها هتوضح لنا اكتر الفكرة الديفرنس اوف جوسيان دي بتكون عاملة ازاي.
خليني بس امسح الكلام ده. الصوره دي بتمثل ايه؟ ان انا عندي صوره اهي هنا السيجما قليله جدا. ليه؟ لان الصوره واضحه. انا قلت لك الفلتر، لما الفلتر بتاعنا بتاع الجوسيان لما بتكون السيجما قليله ما بتعملش بلر بشكل كبير، فلما بتكبر السيجما يعني مثلا لو الصوره دي انا خدتها وعملت عليها بلر اللي هو الجوسيان فلتر، هتلاقي هنا واضح هنا ان السيجما كانت كبيره شويه، عشان كده يعني ممكن تلاقي هنا ان الفلتر مثلا هو 11 في 11، 11 في 11 في الفلتر بتاع الجوسيان، هتلاقي ان هنا الصوره بلورت اكتر. فهنا الديفرنس اوف جوسيان بتعمل ايه؟ بتاخد الصوره دي اللي هي السيجما فيها قليله، بتطرحها من الصوره دي. الصوره دي هي جايه منين اصلا؟ جايه من هنا. هي دي احنا طبعنا هنا جوسيان فلتر، اداني ده عمل البلر اهو، فهتطرحهم من بعض هيديك الديفرنس ما بينهم اللي هو الايدجز. لو انت واخد بالك ان الايدجز اهو، الايدجز دي عباره عن السكند ديريفاتيف اهو، حتى الرسمه دي هتوضح لنا الدنيا اكتر. الصوره الاولى اهي كان سمول جوسيان بلر، يعني السيجما كانت قليله قوي، فعشان كده الصوره ما بلورتش. انما الصوره الثانيه هتلاقي ان هنا السيجما قلت، يعني او سوري زادت، هنا لارج جوسيان بلر اهو، يعني السيجما هنا واضح ان هي كانت كي سيجما. كانت كي سيجما اللي احنا شفناها من شويه في القانون، يعني السيجما هنا مضروبه في رقم، فعشان كده عملت بلر بشكل كبير. فلما تطرحهم من بعض هيديك الشكل ده اللي هو الديفرنس ما بينهم، اللي هو عباره عن الديفرنس اوف جوسيان او الديريفاتيف اوف جوسيان، اللي هو اللي هي الصوره دي. تمام كده تقريبا احنا فهمنا فكره الديفرنس اوف جوسيان واللابلاسيان اوف جوسيان، لان الموضوع ده مهم جدا جدا وهنستخدمه في السيفت، فمهم ان احنا نكون فاهمينه. طيب دي صوره بتوضح فكره الديفرنس اوف جوسيان. تخيل ان انت عندك صوره اهي مثلا اهي، وات ايفر الصوره ديت هي فيها ايه ما تفرقش معانا. فالصوره دي انت خدتها طبقت عليها الفلتر جوسيان اللي هو الجوسيان فلتر، فلما طبقت عليها جوسيان فلتر بسيجما معينه، يعني مثلا الصوره دي الصوره الاصليه فعليها سيجما مثلا، هنا هنطبق عليها سيجما، فلما طبق عليها سيجما هيديني الصوره دي، هي نفس الصوره. طب لما طبق على الصوره دي كي سيجما هيديني الصوره دي. طبعا السيجما اللي اتطبقت هنا كي سيجما دي غير السيجما دي، هنا السيجما دي اكبر يعني، فبالتالي الصوره دي الجديده اللي هتظهر لي هتلاقي عملت بلر اكتر. فلما اطبق كي سكوير سيجما، كي سكوير سيجما على الصوره دي هيديني صوره جديده. لما اطبق كي اس 3 سيجما على الصوره دي هيديني صوره جديده. لما اطبق كي اس 4 سيجما على الصوره دي هيديني صوره جديده، وهكذا. كده انا عملت كام ايه؟ انا عملت 5 سكيلز اهو، 5 سكيلز بالنسبه للصوره الاصليه، كل صوره هتلاقيها عامله بلر عن الصوره اللي قبليها. فالشكل ده كده، الشكل ده اسمه اوكتيف، سنجل اوكتيف، تمام؟ زي ما هو كاتب هنا كده، ده كده اسمه فيرست اوكتيف. بعد كده هتعمل ايه؟ هناخد نفس ده كده خلاص، الصوره هنا اللي احنا اشتغلنا عليها في البدايه خالص كان السكيل بتاعها مثلا هنقول 250 في 250، هاخدها اصغر السكيل بتاعها شويه، هتبقى كده مثلا، هتبقى اصغر. هي نفس الصوره الاصليه، ما عملتش فيها اي حاجه غير ان انا قللت السايز بتاعها شويه، والسايز اللي انا قللته ده اخده اطبق عليه نفس العمليه ان انا عملتها في الفيرست اوكتيف. يعني اخلي مثلا هنا اطبق هنا كي سكوير سيجما، كي سكوير سيجما هيديني صوره، اطبق هنا طبعا كي سكوير سيجما على ده هيديني الشكل ده، اخد الشكل ده اطبق عليه كمان سيجما، طبعا غير السيجما اللي انا طبقتها قبل كده، كل سكيل بتكون السيجما مختلفه لحد ما اطلع الخمسه سكيلز بتوعي. يبقى انا كده عندي السكند اوكتيف، كده انا عندي تو اوكتيفز، الاوكتيف الاول اللي هو السايز الحقيقي بتاع الصوره، الاوكتيف الثاني دينا لخبطت شويه معلش بالنسبه للحاجات دي، السكيل الثاني اللي هو السكيل ده هي نفس الصوره ولكن هنا قللنا السكيل، بعد ما قللنا السكيل جبنا كذا سكيل ليها بكذا قيمه للسيجما مختلفه. الكلام ده هنرجع له تاني برضو في السيفت، بس المهم ان انت تفهمه معايا كويس جدا. فالرسم اللي قدامنا دي بتوضح ايه؟ ان احنا عندنا صوره اللي هي الصوره اللي تحت خالص دي، طبقنا عليها جوسيان فلتر هيديك الشكل اللي فوقيها. فالشكل الصوره الثانيه دي هنطبق عليها جوسيان فلتر هيديك الشكل ده، فالشكل ده هتطبق عليها جوسيان فلتر، وكل جوسيان فلتر بتطبقه بتكون السيجما مختلفه، يا اما ملهاش لازمه اصلا ان انا اعمل كذا سكيل. هي الفكره ان انا اعمل كذا سكيل ان انا اعمل الصوره بلر اكتر من مره، فانا هاخد السكيل ده اطبق عليه جوسيان فلتر وانظر سيجما هيديني الشكل ده، وده هطبق عليه جوسيان فلتر برضه هيديني الشكل ده. طيب انا كده جبت الصوره الاصليه، وبعد كده
طبقت عليها كذا جوسيان فلتر، اروح بقى اعمل ايه؟ اطبق عليها الديفرنس اوف جوسيان. احنا شرحنا الديفرنس اوف جوسيان من شويه وشفنا الصوره بتاعت الراجل اللي كان في الكاميرا ده، كان عندنا الصوره كده، طبقنا عليها الديفرنس اوف جوسيان، او طبقنا عليها سوري مش ديفرنس اوف جوسيان، طبقنا عليها اول حاجه جوسيان فلتر. هنرجع لها اهي، دي الصوره اهي، سوري انا دي الصوره الاصليه، طبقت عليها الجوسيان فلتر، بعد كده طرحتهم من بعض، اداني الديفرنس اوف جوسيان، هو ده الديفرنس اوف جوسيان اللي هو السكند ديريفاتيف. هنا نفس الفكره، عندي صوره اهي هطرحها من الصوره دي اهو، طرحناهم من بعض هيديني الديفرنس اوف جوسيان. نفس الفكره، هاخد الصوره دي نفسها برضو دي اللي انا طرحتها من اول مره، واطرحها من اللي فوقيها بقى المره دي اللي هو عمليه الطرح دي، هيديني ده تمام، وهكذا بقى، تطرح دي من دي هديك دي، تطرح دي من دي، الصوره دي من الصوره دي هديك الصوره دي. الاكتيف ده الجديد اللي طلع لي ده هو ده اللي فيه الفيتشرز بتاعتي، هو ده اللي فيه الايدجز او الكورنرز بتاعت الصوره، بس في كذا سكيل بقى مش سكيل واحد، كل سكيل كنا مطبقين عليه سيجما مختلفه. فالشكل ده اللي احنا هنستخدمه في السيفت الجوريزم لما نيجي نتكلم عن السيفت الجوريزم بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. فكده احنا يعتبر فهمنا الديفرنس اوف جوسيان واللابلاسيان اوف جوسيان. طيب في حاجه تانية نقولها؟ هنا ده اكزامبل برضه اهو، عندك الصوره دي اللي تحت دي، دي الصوره دي واضحه شويه، واضح ان هنا السيجما هنا كانت قليله، سمول سيجما، فعملنا لها بلر، طبقنا عليها جوسيان فلتر، بقت الصوره عملت بلر اكتر اهي، هتطرحهم من بعض هيديك الايدجز اهو، الايدجز دي، بعد كده نفس الصوره دي هتعمل بقى الاوكتيف بتاعك، هتاخد الصوره دي تطبق عليها جوسيان فلتر تاني وذ انذر سيجما، والصوره اللي هتطلع لك هنا هتطرحها من الصوره دي، تطرحهم من بعض هيديك الشكل ده، وهكذا، تاخد دي تطبق عليها جوسيان فلتر وذ انذر سيجما، تطرح دي من دي هيديك الشكل ده، وهكذا، تعمل الاوكتيف بتاعك هيكون عباره عن 5 اوكتيف، وهو العدد المناسب يكون 5 اوكتيف، ولما نيجي نتكلم برضه في السيفت هنعرف يعني ايه 5 اوكتيف، اشمعنى ال 5 اوكتيف هو الرقم المناسب، ليه مش 6 ليه مش 7، هنعرف ليه بنطبق كذا قيمه للسيجما، مره سيجما ومره كي سيجما ومره كي سكوير سيجما، هنعرف كل الكلام ده لما نيجي نتكلم في السيفت، هنعرف ليه بنعمل اصلا كذا سكيل، ايه الفكره ان انا اعمل كذا سكيل؟ هو فكره هنا ان احنا نعمل كذا سكيل عشان نحل المشكله بتاعت الهاريس كورنر ديتكشن، وبرضه هنتكلم عليها سريعا تاني كحاجه اللي احنا نفتكرها يعني لما اجي اتكلم عن السيفت الجوريزم ده، انا هعمل له هسجله على طول بعد الفيديو ده ان شاء الله. كده احنا يعتبر خلصنا خلاص، لو في اي حد عنده سؤال يسيبه لي تحت في الكومنت، وبرضه هسيب لك ريفرنس بيتكلم عن الفرق ما بين الديفرنس اوف جوسيان واللابلاسيان اوف جوسيان، حاول تقراه لان صدقني الموضوع ده مهم وهنستخدمه وهنبني عليه فيديوهات تانيه كتير. وشكرا والسلام عليكم.